في الرياض وصلهم النمره ديال اشرف بالمدن وما عندكمش النمره ديال المسؤولين المغاربه ولا السفاره المغربيه تما. اليوم كيتصلوا بيا 150 بنت من القلب ديال السجن ديال الرياض. كي دايره الوضعيه ديالكم تما؟ كي دايره الوضعيه ديالكم خويا؟ ما اشرف ما قدش انا نعاود لك شنو كيدوز علينا حيت هاد لاباري كتسجل، ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. هما انا سولتهم واش نتوما تما على الفساد، كيقول لك لا خويا اشرف ما نكذبش عليك الوصف، سيرتو كانت واحد العائله ما خبارهمش وكانوا فعلا كيقلبوا على بنتهم. اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو هذا كيعرف شي بنت عايشه في السعوديه ولا كيعرف عائله ديال شي بنت عايشه في السعوديه، كنتمنى منك تصنت ليا غير شي شويه، حيت فريمون هذا الفيديو هذا غنتمنى منك تبارطاجيه ماشي في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن مع العائلات اللي بناتهم عايشين في السعوديه. بزاف ديال العائلات المغاربه اليوم ما عارفينش بناتهم فين كاينين. اليوم كيتصلوا بيا 150 بنت من القلب ديال السجن ديال الرياض، والتسجيلات الصوتيه من داخل السجن غندوزها لكم وغادي نترجع حتى المسؤولين. انا ما عمرني طلبت من شي واحد يبارطاجي الفيديو ديالي، مي فريمون غنطلب منكم تبارطاجيو مع العائلات. بزاف ديال البنات هضروا معايا ما قادرينش يقولوا لوالديهم فينا هما، مي غادي ضروري نوصل الرساله ديالهم. بزاف ديال المسؤولين اللي طلبتوا مني يتصلوا بيا راه عندي عائلات ديال نوامرهم هنا في المغرب، غادي تسمعوا التسجيلات الصوتيه. وعلاش معتقلين؟ الا قلت لي معتقلين على الفساد راه غادي تسمعوا التسجيل الصوتي مع واحد السيده عندها 54 عام ولا شي 73 عام، مخشيه هي مع وسط السجن. كاينين بنات ديال العيون، كاينين بنات ديال مكناس، كاين بنات قنيطره، كاين بنات سلا، كاين بنات الرباط، بنات اسفي، كاينين بزاف ديال البنات. قال لك هما داخلين في حمله اللي داز اللي لقاوه كيديو. كاينه بنت مشات غير ضايفه لتما واليوم راه في السجن، حتى والديها ما عارفينش فين كاينه. كاينين بزاف ديال البنات كيقولوا لي يا اخي اشرف بغينا نقولوا لك داكشي اللي كندوزوه ولكن لاباري راه كتسجل. قالوا لي شي اشياء اللي انا ضراتني في خاطري، انا ما غاديش ندخل في اختصاصات ديال دوله اخرى ولا قانون ديال دوله اخرى. اللي غادي نطلب مؤن بعض المسؤولين السفاره راه كيتصلوا بهم ازيد من 6 شهور هذه ما كيجاوبو حتى شي واحد. انا براسي واستغربت قلت كيفاش هاد الناس هادو من وسط السجن في الرياض وصلهم النمره ديال اشرف بالمدن وما عندكمش النمره ديال المسؤولين المغاربه ولا السفاره المغربيه تما؟ قالوا لي بالحق انهم ما كيجاوبوهمش. انا ما غاديش نطلب من ما يمكن السفاره تدخل في القانون ديال الدوله اخرى. هما انا سولتهم واش نتوما تما على الفساد، كيقول لك لا خويا اشرف كاين بصح اللي على الفساد، كاين اللي كيحكموا عليه احكام طويل ما كاين غير 12 عام 14 عام، ولكن المغربيه تما راه ما كيحكموا عليهم ما والو، تخشاو في السجن ازيد دابا من عام و6 شهور 9 شهور ولكن ما حكموا عليهم ما حتى شي حاجه. كاين اللي قلت لك مشى غير ضايف عند ختو هزو، كاين اللي غادي غير في الطريق لقاه وداه. كاين السيده عندها واحد اكثر من 70 سنه معاهم تما، غتسمعوا التسجيل الصوتي ديالها في هذا الفيديو نيت غندوزو لكم تسمعوا التسجيل الصوتي ديالها. كتقول لي ولدي اشرف انا ما عندي والو، ما انا فساد ما انا والو، انا جالسه مع شي ناس خدامه معاهم، الكفيل ديالها طلب منا شي اشياء ما قدرتش ديرهم. لا غد لي مشى ديكلارا بها وداها باسم ان بتهمه انها كدير ليه السحر والشعوذه في الدار. اليوم راه في السجن ما كيهضروا معاه ما كيتكلموا معاه. بنات كيقولوا لي انهم داو لنا ذهبنا وداو لنا فلوسنا واليوم دخلوا لنا السجن بلا حتى شي حاجه، ما عطيناش حتى من تهمه. كنقولوا لهم غير شنو دايرين؟ هما ما كيطالبوا بوالو، قال لك حنا مستعدين نتحاكموا بداكشي اللي درنا ولكن بلادنا. بزاف ديال الجنسيات كيطرحلو ولكن هما ما طرحلوش. انا غادي انا ما قدرتش نستوعب. ازيد من بعد من 5 ايام هما كيتصل بيا داك الرقم، انا غندوز لكم السكرين ديالو هو هذا الرقم هذا، كيتصل بيا بزاف من داخل السجن. هذه اباراي ديال السجن كيعطيوهم المكالمات كيهضروا معايا. صدفه جاوبهم، ما كنتش ناوي نجاوب كاع على هذه المكالمه حيت ما عرفتش منين جايه. صدفه جاوبت، ملي جاوبت تالمت قسما بالله تالمت. قالوا لي بزاف ديال الكلام ما مسجلش، هادشي اللي سجلتو انا غادي ندوزو لكم كامل، غادي نتمنى انكم تصنتوا ليه. كاين بزاف ديال العائلات، عندي الارقام ديال العائلات ديالهم قدرت ناخذهم، الا كاين شي مسؤول بغاني نعطيه الارقام ديال العائلات ديالهم نعطيهم. شي بنات من العيون راه عندي الارقام ديالهم، بنات من قنيطره واسفي عندي كذلك الارقام ديالهم. حاولت نتصل بالعائلات ديالهم، تشدات ليا غير عائله وحده. حاولت نوضح لهم واخا انني ما قدرتش كاع ما نكذبش عليك الوصف، سيرتو لقيت واحد العائله ما خبارهمش وكانوا فعلا كيقلبوا على بنتهم. كنتمنى اللي كيعرف شي بنت في السعوديه وعائلته ما عندهاش خبر عليها تفوتوا لهذا الفيديو هذا ويديروا شي مجهود. وانا كنطلب حتى انا من هذا المنبر هذا شي مسؤولين يديروا مجهود ديالهم. انا ما بيدي حيله والله، غادي انا ألمني قسما بالله ألمني حال دوك البنات. قال لك حتى النعاس ما كينعسوش، قال لك داكشي اللي كيدوز عليهم في الحبس ما يقدروش يقولوا لي حيت لاباراي كتسجل وانتم غادي تسمعوا بودنكم كيفرشوا غير العبايات ديالهم باش كينعسوا. انا ما غاديش نبرئهم من التهم ديالهم حيت هما براسهم ما عارفينش من التهم. اللي كيقولوا هو انهم لقاوهم تيجيو كيدخلوا عليك الدار كيقتحموها كيهزوا البنات كاملين اللي كاينين واخا تكون غير جالسه معاهم. كما نعاود نقول لكم بنت قالت لك مشات غير ضايفه 3 ايام عند اختها، هي اختها اللي عايشه تما، داو اختها وداو صحاباتها وهبطات هي تشوفهم حتى هي داوا غير دخلات فيهم ويديوها باقا بالشنطه ديالها تما، ما عارفه والو ما فاهمه والو. علاش هي في السجن اليوم؟ راه 6 شهور وازيد من 6 شهور اليوم في السجن. ما غنطولش بزاف، غنخلي لكم التسجيل الصوتي ديالها تسمعوه وغادي نمرر الرساله ديالي من بعد التسجيلات الصوتيه اللي غادي تسمعوا. الو الو وي لالا، انت شوفي حبسوا غير البكا وعاودوا لي بطريقتي باش نقدر نفهمكم. شنو فينكم نتوما ملي كتهضري معايا دابا؟ هذا لابيل منين؟ دابا كنعيط لك من السجن الرياض من السعوديه. من السجن الرياض؟ شحال من مغربيه في الحبس؟ شحال من مغربيه نتوما؟
كاينه شي 150 مغربيه دابا في السجن. كلكم كاملين كاينين هنا في السجن كنبقاو عام. كاين شي مشكل كبير كنبقاو عام بلا حكم. دابا انا 6 شهور بلا حكم. كل غير دايره شي حاجه جايه غير عند اختي. شدوا اختي والبنات وشدوني انا معاهم. البنات مبرئيني يعني. كاينين ثلاثه الخواتات. كاينه واحد المراه كبيره في العمر غير كفيله داير فيها بلاغ حتى هي معانا هنايا. ما تسمعوش بالسفاره. كاينه واحد البنت ثاني مغربيه محكومه ب 12 عام. 12 عام علاش؟ غير علاش؟ شنو الاسباب اللي دابا تقول لي تقول لي؟ علاش تلقاوها مع واحد السيد في الطوموبيل جابوها لهنايا. ذاك السيد وقيله كيبيع ولا ما عرفتش شنو جابوها هنا عطاوها 12 سنه. بالنسبه لينا حنا ندوي على راسنا حنا ما دايرين حتى شي حاجه. كيدخلوا عليك كيديو لك ذهبك كيديو لك فلوس كنبقى في حتى شي حاجه بقاو فينا غير والدينا اللي في المغرب. دابا انت شنو التهمه اللي دايرين لك؟ ما عرفتش شنو التهمه اللي دايرين لك؟ دابا شنو التهمة اللي كيقولوا لكم نتوما عليها في الحبس؟ شنو هي التهمة اللي كيقولوا لكم انكم جدودين عليها؟ هانت اخويا انا كنت جالسة في داري سمعت الباب كيتهرس الفوق. طلعت نشوف اختي اش واقع عندها. لقيت المباحث جابوني انا الدولية ذهبي الدولية فلوسي انا ما دايرة حتى حاجة. جابوني هنايا دابا الشهر. السفارة 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 اتصلتوا بها؟ السفارة اتصلنا بهم ما كيجاوبوش. انا خويا طلعت غير نشوف من الباب كيتهرس الفوق. جابوني انا مع اختي جابوا مغربيه اخرى معانا وبا توفى عرفتي واحد الحاله. والمشكله ما دايرين والو. فلوسنا مشى وذهبنا مشى وحتى فاش يحلوا التليفون كيهزونا تصاورنا اللي مصورين في المغرب ولا مصورين تصاور قدامين. وشكون لكم على الفساد؟ وش الفساد؟ وفي المغرب حنا ما دايرين والو. كوني دايرين حنا ما كان معاملين واحد المعامله سيئه لداخل. انتم كاملين 150 مغربيه. شوف هاد المراه مسكينه حتى ما كناش من كبارهم حتى حاجه. هضري يا خال قربي. السلام عليكم. الو لالا شنو التهمه اللي داوك عليها انت؟ شنو التهمه اللي داوك عليها؟ انا جابوني هنا الكفيل ديالي جابني لهنا. حيدوا لي التليفون حيدوا لي الفلوس حيدوا لي فلوس العام كامل. دابا واش قالوا لي ما عندوش مشكل مع الكفيل كيصيفطوا للحبس ولا ما فهمتش؟ راه كاين شي مشكل بيناتنا في الخط ما عرفتش واش هذا رقم الفيكس ديال السجن اللي كتعيطوا لي منه ولا شنو هو؟ احنا يا خويا كنعيطوا لك ديري لنا لي زاباراي بحال تيليفونتيك ديال انك نهضروا معاكم منهم. يعني احنا هذا الشيء باش كنتواصلوا مع عائلاتنا. احنا ما دابا ما كيهمنا لا فلوس لا ذهب لا حتى شي حاجه. احنا بغينا نسفروا لبلادنا حيت عينا بزاف وحنا الوحيد اللي ما كنسفروش. علاش؟ دابا ما تيقولوش لكم حتى المحاكمه ديالكم وقتاش وقت ما كدوزوا لا في محكمه لا في والو كتحطوا في الحبس وكيمشيو. كاين اللي كاين اللي جالس 6 شهور 7 شهور كاين اللي جالس 9 شهور حتى شي وحده ما كيقولوا لها حتى شي حاجه. كاين اللي باقا ما وصلتش محكمتها. كاين اللي كتجي محكمتها وكيهبطوها وكيقولوا لها لا تاجلات. لا ما كيوافقوش عليهم بزاف الحوايج بزاف الحوايج. احنا بغينا تجي وصل باش نسفروا عند عائلتنا حيت حنا عيينا. دابا انتما في الحبس معكم جنسيات اخرى ولا غير المغربيات اللي كاينين في ديك جمعوكم المغربيات؟ لا كاينين جنسيات اخرين. الجنسيات الاخرين كيضربوا 3 شهور شهرين وكيتسفروا الا حنايا. حنا اللي كنبقاو 150 مغربيه. ومن اللي كيتحكموا كاينين اللي محكومين كيبداو يتحكموا من 5 سنين عامين 10 سنين على والو. التهم ما تقولش على والو. ما يمكنش على والو. غايقول لك القاضي على والو 5 سنين. شنو التهم اللي كيديروا مثلا اللي كيقولوا لكم؟ اللي كتلقى عندك تلقى عندها فساد ومخدرات كتعاطى كيعطوها 5 سنين. هادشي اللي كيعطيها 5 سنين. هذه المرأة اللي هضرت معي دابا مرأة كبيرة شنو غتكون مثلا هذه المرأة كبيرة؟ هذه المرأة الكبيرة اللي هضرت معايا دابا شنو التهمة اللي غيكونوا دايرين لها؟ هذه مسكينة دايرين شنو دايرين التهمة اللي دايرين لك؟ دايرين لها السحر والشعوذة وهي مسكينة حيت ما خدمت عندهم في الدار مني جات طباخة مني ما بغاتش تخدم ليهم شي لاخر. داروا ليها بأنه كدير السحر والشعوذة وهي مسكينة مرة كبيرة ومريضة. بلا دليل بلا والو كتك صيفطات بلا دليل بلا حتى شي حاجه. بلا هما كيجيبوني بلا دليل حتى شي حاجه. حنا ما كاين حتى شي دليل حتى شي حاجه. ما بقاوش معانا شي حد في الدار. لقاونا حي على البنات كيديروا لنا كاملين وكيجيبونا. لا حول ولا قوه.
كيجي الدار كيدي كل شيء، يعني ما كيديش غير اللي ما كيديش غير اللي داير، كيدي اللي داير واللي ما دايرش. والسفاره دابا واش ما كاين حتى شي اتصال بالسفاره؟ كتعيطوا وكتعاودوا تعيطوا وما كيجاوبكم حتى واحد، ما عمرش واحد جاوبكم السفاره؟ ما كيجاوبنا حتى شي واحد، كنعياو من صوني وما كيجاوبنا حتى شي واحد. واحد ما كيجاوبنا بحال حنا حاسين براسنا انه منسيين هنا، يعني بقيت شي 100 عام ما كاينش اللي غيسول فيك. وليك دابا وصل الحبس ونمرتي انا في وسط الحبس السعوديه وصلاتكم ونمرتي مسؤول من السفاره ما غاتوصلكمش. السفاره هاي ما كيجاوبوناش. لا حول ولا قوه الا بالله. هناك كيجاوبونا ما كيجاوبوناش. كي دايره الوضعيه ديالكم تما؟ كي دايره الوضعيه ديالكم؟ خويا ما اشرف ما نقدش انا نعاود لك شنو كيدوز علينا، حيت هاد لاباري كتسجل ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، راه خاصك واش عندك الحراسه رجال تما في السجن؟ عيالات بلا معامله، ما نقدر نقول لك والو فهمتي، حيت احنا حاجه وحده اللي كنطلبوا هي انا وفهمت هاد لاباري كيفاش كتنعسوا من لاباري كتسجل دابا؟ كيفاش كتنعسوا؟ كيفاش كتباتوا؟ كيفاش على الارض يعني على الارض على عباياتنا، ما كاين حتى لا سرير لا مانطا لا حتى حاجه على الارض. ودابا حنا 6 شهور باقيين بلا محكمه بلا حتى شي حاجه. شنو المطالب ديالكم دابا؟ شنو المطالب ديالكم باش بغيتوا تصلوا على الارض؟ هو نسفروا السجن ماشي مشكل، يعني نهبطوا ندوزوا في بلادنا هانيه، المهم غير نهبطوا لبلادنا، اي حاجه غير نهبطوا لبلادنا واخا. شحال من مدينة انتوما؟ انتوما شنو من مدينة في المغرب؟ كل واحدة من مدينة، كاين اللي من العيون، كاين اللي من قنيطرة، كاين من ملال، كاين من اسفي، كاين من سلا، كل واحد ومن كاين من مكناس، كل واحد كاين اكادير، يعني ما كاينش غير مدينة واحدة ولا انا عائلتنا في خبارهم. انا بغيتي رقم ما عنديش مشكل، انا هذه رسالة ما كرهتش غير شي فالور ولا شي بيان يوضح للمغاربة والعائلات اللي عايشين هنا، 150 مغربية غادي تشوف شحال من عائلة مخلوعة عليها، إلا درنا غير كل وحدة عندها با وما في 150 راه غيعطيك واحد العدد اللي كبير بزاف وبزاف وبزاف، يعني بزاف ديال العائلات خايفين على بناتهم، ما عارفينش علاش كاينين تما، ما كاينش حتى شي توضيح من السفارة، كنطلب من سي المنصور يعني ولا الناس اللي السفير ديال السعودية عندنا تما ولا القنصل ولا ما كنطلبش منك تدخل في اقتصاد الدولة، اللي داير علاش يسال العقوبة خليه تما، غير هما كيقول لك واحد ازيد 150 بنت والله ما عارفين علاش تما، بحال هاد السيده 70 سنه الدوله قال لك الكفيل قالت لي دير لي فلوسي ودير لي، كنتو ما سمعتوش التسجيل كامل ما يحتاجش كاع نزيدكم كاع نطيب لكم قلبكم كثر، اللي كنترجى شي مسؤول مغربي اللي كيسمع لهاد الرساله هذه كنتمنى من الله عز وجل انه ياخذ واحد المبادره ويفكوا حال هاد البنات، خاص اللي يجي يعيدنا ولا وما راك سمعتيش قالت لي انا مستعد انا حتى 20 عام غير في بلادي ما نبقاش هنا راه كنتكرفصوا، يعني كنتمنى شي تدخل عاجل هاجي لهاد الناس هادو، ما بيدي حيلة كما قلت لهم، انا قلت لهم اللي نقدر ندير هو انني مرة ولا يوم هاد الرسالة هادي، تفاجأت كيفاش توصلوا من مرتي من داخل السجن والله القسم، يعني تفاجأت كيفاش زعما ما عرفتش والله ما عرفتش، قالت لي انا السيد اللي عطاني نمرتك عطاه ليا من هنايا وقال لي انك انت زعما ما نحتاج كاع نشكر راسي ولا نقول داكشي اللي قالوا عليا، مي اللي نتمنى من الله ان بهاد البادرة هادي انا هاد القناة راه كنقول لكم دائما القناة ديالكم ومنكم، يعني اي حاجة قاصكم قاصني انا الدرويش وحنا كاملين دراوش والله القسم الا ما بقيت عارف ما نقول اول مره غنتبلوكا ماما حرت والله القسم الا حرت الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير، كنترجى المسؤولين المغاربه لوزاره الخارجيه والمؤسسات ديالها تحرك وتشوف لنا ولو غير بلاغ نعرفوا شنو واقع لدوك البنات وشنو نقدروا دار، انا نطمنوا والديهم ما يبقاش هكا كنطمنهم حتى هما واخا غير بزياره راه 6 شهور ما كيتصلوا بالسفاره في المغرب وما كيجاوبوش وما كاينش الرد كاع ما كاينش هذيك الو شكون معنا ولا هادشي اللي كيقولوا هما كيقول لك انا راه ما كاينش الرد نهائيا ما كيجاوبنا حتى شي واحد، كنتمنى من الله عز وجل تكون شي بادرات خير نعرفوا شنو واقع لبناتنا تما، راه في جميع الحالات كيبقاو بناتنا راه جميع الحالات راه منا ما نعرف انا ضرني خاطر ملي قالت لي كاع البلدان دخلوا وكاين اللي رحلوهم كاين اللي صيفطوهم كاين اللي جاوا عندهم وشافوهم وعرفوا شنو واقع، انا كنقول الا كانت مثلا زعما يعني الفساد ولا كذا راه ما انا براسي ما نطلبش منكم تدخلوا ولا تاخذ الجزاء ديالها، مي خايفين كتقول لك راه سمعتي كتقول لك كاين اللي ما داير والو كيسمع احكام طويله هنا عندهم احكام طويله بزاف، قالت لي
سيرتو حنا المغربيات ما كاين 10 سنين 14 عام كاين اللي كي اللي كي ما كيشوفش كاع المحكمه كيجيو غير الوسط جات جي غير وحده خدامه في السجن هادشي قبل من التسجيل قالت لي كيجي كتبقى تفرض على تقول للناس شحال تحكموا كتقول لك انت 10 سنين انت 14 قالت كندخلي لنا فواحد الازمه نفسانيه خطيره جدا كل مره كنصبحوا كنقولوا غنفيقوا غنلقى راسنا بواحد الحكم اللي هو خيالي وحنا ما دايرين والو حتى باش نقدروا ندافعوا على راسنا امام المحكمه ما عندناش هاد الخطاس كيديونا تما وكيرجعونا بالتاجيل الله يدير شي تاويل الخير وكنتمنى هذه الرساله هذه ولا هذا الفيديو هذا يكون سبب الفرج وسبب ما عرفش والله ما عرفش ما نقول قدر الله ما شاء فعل والله يدير شي تاويل الخير في هذه العواسر هذو وفي هذه الابواب هذا رمضان اللي بدنا تاتو قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل.